أكو بالروايات في باب الفقر أنه التمشط قائما يورث الفقر. واحد عندما يمتشط الأفضل أن يقعد ويمتشط. التمشط قائما يورث الفقر، شنو الربط؟ لا نفهم. ترك بيت العنكبوت في البيت يورث الفقر، ما هو الربط؟ لا نفهم. ترك أواني الماء مفتوحة يورث الفقر، ما هو الربط؟ ربما لا نفهم. كنس البيت في الليل يورث الفقر، ما هو الربط؟ لا نفهم. وهكذا قص الأظافر بالفم كما يفعله البعض يورث الفقر، ما هو الربط؟ ربما لا نفهم. لعن الأولاد يورث الفقر،